وانا مبسوطه بيها جدا، والمجهود اللي هي عملته السنه دي كان مجهود صعب، وبنهدي طبعا نجاحها لباباها لان كان اتوفى قبل الامتحانات بشهر بالظبط. كنا طبعا هي كانت نفسيتها صعبه والموضوع كان معدي علينا بصعوبه جدا، بس الحمد لله ربنا كرمها. وازاي اتعاملتوا مع الاشاعات اللي طلعت في المواقع يعني؟ لا، في بعض الاشاعات طبعا كتبت ان احنا استقبلنا النتيجه بالزغاريد. طبعا احنا لسه في فتره حداد وما كانش في زغاريد، احنا كلنا طبعا خدنا الخبر بدموع، يعني فرحنا طبعا الحمد لله، بس كان كله بدموع، يعني كلنا كنا نفسنا بابا يحضر معانا لحظه زي دي، بس هي دي اراده ربنا وبنشكره عليها والحمد لله. ماما كانت بتقول ده خلاص اوائل الثانويه العامه اتصلوا بيهم عشان يتصل بينا ولا ايه؟ قلت لها ايه يا ماما، وانا اكيد مش هطلع من اوائل الثانويه العامه، يعني عندك امل كبير قوي. وبعدين لسه ما خلصتش الجمله راح التليفون رن، وقالوا لها بنتك من اوائل الثانويه العامه، وهي قاعده عادي مش متاثره خالص بيهم، سايبه ماسكه الموبايل. ايه ده، انا اللي من الاوائل؟ ايوه انت على فكره، يعني هو عادي شاممها.